عودة الجماهير للملاعب خبر أذاعته وسائل الإعلام بمختلف أنواعها بعد أن أعلنت وزارة الداخلية الأحد الماضي السماح للجماهير بحضور مباريات الدور الممتاز بشكل جزئي بدءا من الدور الثاني للمسابقة، لتأتي هذه الخطوة بعد اجتماع عقد بين اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وخالد عبد العزيز وزير الرياضة وعدد من أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم. نشجع كل واحد لفريقه بس من غير أي تخريب أو أي مشاكل. موافقين تماما على عودة الجماهير للملاعب لأن الجمهور هو روح الكورة من زمان. عودة جماهير الملاعب حاجة جميلة قوي، بس ريت كل يشجع ويلتزم بالأدب والاحترام. يا ريت اللي بيشجع فرقته من قلبه وبيحب فرقته يروح يشجع بحماس بدون أي خروج عن النص. هو طبيعي عودة الجماهير لازم يكون فيه جماهير، لأن الكورة من غير جماهير ملهاش أي تأتي لازمة. عودة الجماهير للملاعب ضرورية جدا. كانت الجماهير المصرية قد تغيبت عن مباريات الدوري الممتاز منذ مذبحة بورسعيد التي وقعت في الأول من فبراير عام 2012 عقب مباراة الأهلي مع المصري البورسعيدي والتي راح ضحيتها 72 مشجعا من جماهير الأهلي، الأمر الذي دفع اتحاد الكرة إلى اتخاذ مجموعة من الضوابط التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع، والتي في مقدمتها حضور 10,000 مشجع في مباريات الأندية المقامة في استادات القاهرة، الدفاع الجوي، المقاولون العرب وبرج العرب بالأسكندرية. أما باقي المباريات التي تستضيفها استادات أخرى فيحضرها 5,000 مشجع فقط. وأيضا تغيير لائحة العقوبات الخاصة بالجماهير بحيث توضع عقوبات صارمة على الجماهير التي ترتكب أعمال شغب أو اقتحاما للملاعب أو الاشتباك مع الشرطة. عودة الجماهير جميلة جدا، هي تمنع الملاعب بس ربنا يهديهم ويشجعوا بس وما لهمش دعوه بالسياسه ولا ليهم دعوه بحاجه. بدون الجمهور اصلا ما يبقاش فيه طعم اصلا للكره كلها. حلوه، لازم يبقى فيه جمهور ويشجع بعضه ونحب بعضنا عشان البلد تمشي في امان. بس طبعا انا بشجع طبعا عوده الجماهير، وحاجه طبعا تبقى كويسه. انا اتمنى الجماهير ترجع للملعب بس الجماهير المحترمه قوي قوي قوي. عودة الجماهير إلى المدرجات هي عودة الروح إلى الملاعب بعد فترة باتت فيها الكرة المصرية قلب بلا نبض. مصطفى سامي، كلام تاني.